بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة نتحدث فيها عن العمليات على المجموعات، سواء كان تقاطع أو اتحاد أو فرق أو مكملة أو فرق تناظري، وأيضا قانون دي مورغان وبعض التمارين. العمليات على المجموعات: أولا، التقاطع بين مجموعتين. ما التقاطع بين مجموعتين؟ أولا، شكل التقاطع يكون هكذا، هذا الرمز نرمز به إلى التقاطع. إذا كان لدينا مجموعتين A و B، وكل مجموعة بالتأكيد تحتوي على عناصر، فما هو التقاطع لهذين المجموعتين؟ التقاطع أي العناصر المشتركة. إذن يعني بشكل بسيط خالص، التقاطع بين مجموعتين هو العناصر المشتركة بين هاتين المجموعتين. يعني هنقول كده إن لو عندنا مجموعة A و B، فإن مجموعة العناصر المشتركة بين المجموعتين A و B هو التقاطع بينهما، ونرمز له بالرمز A تقاطع ال B، A تقاطع ال B اللي هو تقاطع المجموعتين A و B، تقاطع المجموعتين A و B. هذه المنطقة المظللة التي نراها هي الجزء المشترك ما بين المجموعة A والمجموعة B، لذا نسمي هذه المنطقة المظللة ب A تقاطع B. إذن عرفنا رمز التقاطع، كيف نعبر عن تقاطع مجموعتين ونكتبهم هكذا، وكيف أيضا نمثل ذلك بأحد أشكال بن، فنقول المجموعة A والمجموعة B، وهذا الجزء المظلل يمثل التقاطع بينهما أي العناصر المشتركة التي بينهما. لنأخذ مثالا على ذلك. المثال: إذا كان المجموعة A تساوي 6 و 8 و 2 و 3 والمجموعة B 3 و 5 و 8، أوجد A تقاطع B. ببساطة شديدة جدا، A تقاطع B أي العناصر المشتركة ما بين A و B. لننظر سويا ما العناصر المشتركة. هل الستة اللي موجودة في الA موجودة في الB؟ لا. طب هل التمانية؟ يبقى إذن التمانية موجودة هنا وهنا فدي مشتركة. طب الاثنين؟ لا. طب التلاتة؟ أيوة مشتركة. إذن أقدر أقول كده إن الA تقاطع الB. يا دكتور حضرتك كاتب بي تقاطع الايه؟ نعم، بي تقاطع الايه هي بالضبط ايه تقاطع البي، وتساوي هنا العناصر المشتركة مجموعة ثم نكتب 8 و3. مثال آخر: إذا كان لدينا المجموعة سي تساوي 9 و2 و1 و0 والمجموعة بي 11 و4 و2، فما التقاطع بين المجموعتين؟ A أو B تقاطع C، B تقاطع C وليس A. سيكون التقاطع هنا بين البي والسي هو العنصر كما نلاحظ 2، العنصر 2. سيكون التقاطع هنا هو العنصر 2. طبعا هذه C وليس الـ A،
هذه بتقاطع C سيكون التقاطع هنا 2. نعم، إذن ننتقل إلى خواص التقاطع. للتقاطع خواص، من ضمنها التي ذكرناها منذ قليل أن تقاطع المجموعتين A و B هو بالضبط، يعني يساوي بتقاطع A، يعني تقاطع المجموعتين B و A. إذن تقاطع A تقاطع B يساوي B تقاطع A. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أن تقاطع مجموعتين بحيث أن هذين أو هاتين المجموعتين هي أو هما نفسهما، يعني لو عندي A تقاطع نفسها إيه اللي يحصل؟ طبعاً الـ A هتشترك مع نفسها، أكيد في نفسها. يبقى إذن A تقاطع الـ A تساوي A. ثالثاً، أو الخاصية الثالثة، أن A تقاطع الـ U، والـ U هنا اللي هي المجموعة الشاملة كما ذكرنا من قبل، المجموعة التي تحتوي على كل المجموعات الجزئية محل الدراسة. A تقاطع المجموعة الشاملة تساوي الـ A. ومن هنا ناخد بالنا، لما يكون في مجموعة اللي هي الـ A جزئية من مجموعة أخرى اللي هي الـ U، التقاطع بتاع أي مجموعتين واحدة فيهم جزئية من التانية بيدينا المجموعة الصغيرة، بيدينا المجموعة الصغيرة، ده في حالة إن واحدة جزئية من التانية. طبعا هنا الـ A موجودة جوه الـ U already، وبالتالي أقدر أقول إن تقاطع الـ A والـ U يساوي المجموعة A. هذه خاصية من الخواص الهامة. طيب إذا كان لدينا المجموعة الخالية فاي، هل يمكنني يعني إيجاد ناتج A تقاطع فاي؟ نعم، A تقاطع الفاي يشتركان في الفاي. نعم، لأن الفاي جزئية من المجموعة A، يبقى الفاي هي اللي الصغيرة جزئية من المجموعة A، وبالتالي بناخد الصغير دايما. نفتكر القاعدة دي في التقاطع، بناخد المجموعة الصغيرة إذا كان في مجموعتين واحدة فيهم جزئية من التانية. أما الخاصية الخامسة فهي خاصية التوزيع، أو نقدر نقول الدمج، الدمج وليس التوزيع. الخاصية الخامسة ممكن نقول إن A تقاطع B تقاطع C تساوي A تقاطع B تقاطع C. هنا احنا دمجنا الـ A والـ B مع بعض، وهنا دمجنا الـ B والـ C مع بعض، وطبعا سيكون هذا الناتج طبعا مساويا لهذا الناتج، يعني هذا الطرف مساويا لهذا الطرف، وبالتالي هذه خاصية مهمة جدا. إذن يمكن الدمج في التقاطع. لدينا الخاصية السادسة والأخيرة، إذا كان لدينا مجموعتان متباعدتان، وكلمة متباعدتان يعني ليس مشتركان في أي عنصر، يعني بعيد عن بعض، ليس بينهما تقاطع. في الحالة دي أقدر أقول إن الـ A تقاطع الـ B إذا كان المجموعتين دول متباعدتين، هو بيقول لي أهو إذا كان المجموعتين دول متباعدتين بعيد عن بعض يعني، يبقى التقاطع المشترك اللي بينهم أكيد مفيش حاجة مشتركة يا دكتور، وبالتالي طالما مفيش حاجة مشتركة فنقول تقاطع المجموعتين المتباعدتين يساوي فاي، مجموعة خالية مفيش حاجة. ده فيما يخص خواص التقاطع. ننتقل إلى العملية الثانية من العمليات على المجموعات، وهي اتحاد مجموعتين. ماذا نقصد باتحاد مجموعتين؟ إذا كان لدينا مجموعتان A و B، مجموعتان A و B، فإن اتحاد المجموعتين هو إيه بقى اتحاد المجموعتين A و B؟ قال لك هو مجموعة العناصر التي توجد في A و B معا، مجموعة العناصر يعني كل العناصر. أيوة، الاتحاد يقصد به كأن احنا بنقول بنجمع، كان بنجمع المجموعتين مع بعض. إذن الاتحاد نقصد به جمع، إذا كان لدينا مجموعتين C و B، A و B، أي حاجة، بنجمع جميع عناصر هذه المجموعات، ولكن طبعا بدون تكرار كما نعرف من خواص المجموعات، لا نكرر
لا نكرر. نرمز للاتحاد بهذا الرمز A اتحاد B. طبعا واضح جدا ان الاتحاد وش لفوق والتقاطع ما ننساش باصص لتحت. طيب ناخد شكل الاتحاد بيبقى عامل ازاي. اذا كان عندي مجموعة شاملة U وجواها مجموعتين جزئيتين هي مجموعة A والمجموعة B، فإن اتحاد المجموعتين A و B يتمثل في المنطقة المظللة. إذا المنطقة المظللة هي التقاطع؟ لا لا، المنطقة المظللة هو كل ما يوجد في الـ A والـ B، كل ما يوجد في المجموعتين. إذا هذه المنطقة نمثلها أو نرمز لها A تقاطع A اتحاد B. نعم، مثال على ذلك، إذا كانت B تساوي 9 و 8 دي مجموعة، ومجموعة أخرى A تساوي 2 و 6 و 8، فوجدي A اتحاد B. إزاي هنا دكتور أجيب A اتحاد B؟ تعالي نشوف. A اتحاد B هو كل العناصر، مجموعة كل العناصر الموجودة في A و B معا. فلما نيجي نكتب كل العناصر نكتب 2 و 6 و 8 وتسعة، حد يقول لي هكتب تمانية، لا خلاص بقى التمانية اتكتبت مرة خلاص. احنا عارفين كويس قوي ان احنا ما بنكررش العناصر داخل المجموعة، وبالتالي هنا الاتحاد بتاع المجموعتين A و B سيكون هو المجموعة التي تحتوي على 2 و 6 و 8 و 9. كما ذكرنا خواص التقاطع، سنذكر لكم خواص الاتحاد. في الحقيقة الاتحاد مثله مثل التقاطع في بعض الخواص، زي الخاصية ان A اتحاد B تساوي B اتحاد A، يعني مش هيفرق ان احنا نبدأ بالA الاول ولا الB الاول، دي زيها زي بتاعة التقاطع. كمان في التقاطع كنا بنقول اي مجموعة، أي مجموعة تقاطع نفسها بيديني نفس المجموعة. برضو في الاتحاد أي مجموعة اتحاد نفسها، وليكن عندي مجموعة A اتحاد A هتساوي نفسها اللي هي الـ A. طيب نيجي بقى هنا للاختلافات بقى. لما كنا بنقول هناك A تقاطع الـ U، هناك في التقاطع كنا بنقول يساوي A. ليه؟ لأن الـ A جزئية من الـ U، والتقاطع بياخد الحاجة المشتركة، والمشتركة هم بيشتركوا مع بعض الـ A والـ U في الـ A نفسها. وبالتالي إذا ذكرنا الاتحاد عندما نقول A اتحاد U سيكون النتيجة U. U الاتحاد مع بعض كله هيديني U، لأن الـ A مش هكرر عناصرها جوه الـ A، جوه الـ U تاني، ما هي كده كده الـ A جوه الـ U. وبالتالي هنا نرجع لكلمة مهمة جدا تفهمني الجزئية دي. لو عندي مجموعتين واحدة فيهم جزئية من التانية، في حالة التقاطع يدينا المجموعة الصغيرة اللي هي الـ A، الجزئية الصغننة. طيب في حالة الاتحاد يدينا المجموعة الكبيرة زي ما احنا شايفين كده، A اتحاد U يدينا الكبيرة اللي هي الـ U. طيب يا دكتور هنا برضو الفاي دي جزئية صغيرة، هناخد بقى ايه؟ هناخد الكبيرة. A اتحاد فاي يدينا الـ A عكس التقاطع هناك. طيب هل يمكن الدمج في الاتحاد كما في التقاطع؟ نعم، إذا قلنا A اتحاد B اتحاد مجموعة أخرى C، طبعا A اتحاد B كنت أنا دمجهم مع بعض، هو هو نفس الناتج في الطرف الآخر. لما نقول A اتحاد ونيجي دمجين B اتحاد C مع بعض، طبعا هيكون الناتج ده هو هو بالضبط الناتج ده. دي بعض خواص الاتحاد، وكما ذكرنا أن الاتحاد يمثل كل هذه المنطقة المظللة، أي كل العناصر الموجودة في A و B معا. إذن مراجعة سريعة، هنقول إن الاتحاد هو العناصر المشتركة ما بين المجموعات. إذا كان لدينا مجموعتين فالتقاطع هو العناصر المشتركة بينهما، أما الاتحاد فيمثل مجموعة كل العناصر، كل العناصر التي توجد في هاتين المجموعتين بدون تكرار طبعا. ننتقل الآن إلى بعض الملاحظات. الملحوظة الأولى،
يمكن توزيع الاتحاد على التقاطع. كيف هذا؟ إذا كان لدينا ثلاثة مجموعات A و B و C، يمكننا أن نقول A اتحاد B تقاطع C. الـ B تقاطع C دي كانت مجموعة إذن يمكننا قول أن، خلي بالك التوزيع هنا، هنقول A اتحاد الـ B لوحدها أهو، و A اتحاد الـ C لوحدها. يبقى A اتحاد الـ B لوحدها و A اتحاد الـ C لوحدها. إذن أنا كده وزعت الاتحاد على مين؟ على التقاطع. وزعت الاتحاد على التقاطع. أقولها تاني، الـ A اتحاد الـ B أهو، A اتحاد الـ B، وبعدين أكتب التقاطع اللي في النص ده هنا أهو أهو، وبعدين أكتب A اتحاد الـ C، وطبعا بين ده وده علامة التقاطع. طيب هنا في سؤال، هو ممكن يا دكتور ان انا اوزع بقى التقاطع على الاتحاد؟ ايوه بالظبط، زي ما انت قلتي كده، يعني ممكن ان انا اوزع التقاطع على الاتحاد فعلا بنفس الطريقة يا دكتور. ايوه طبعا بنفس الطريقة، يعني لو قلت لك ان الـ A تقاطع زي ما احنا شايفين كده B اتحاد C، هنقول ايه؟ A تقاطع الـ B لوحدها، وبعدين اتحاد طبعا، هنكتب اتحاد اللي احنا شايفينها دي، ايه بقى؟ تقاطع السي. يبقى احنا كده وزعنا التقاطع على الاتحاد، وزعنا التقاطع على الاتحاد. ملحوظتين هامتين. ننتقل الى العملية الثالثة، الا وهي الفرق بين مجموعتين. ما الفرق بين مجموعتين؟ من يعني من الاسم كده، الفرق اللي هو الطرح. الطرح ان احنا نطرح مجموعة من مجموعة بس كده. الفرق ما بين مجموعتين، اذا كان لدينا مجموعتين A و B، فان الفرق بين هاتين المجموعتين هو مجموعة كل العناصر الموجودة. خلي بالك مجموعة كل العناصر الموجودة في A وليست موجودة في B. طيب لا يا دكتور انا مش فاهم الجزئية دي، اقول تاني، لو عندي مجموعتين A و B، لو عندي مجموعتين A و B زي ما احنا شايفين كده، ادي الـ A وادي الـ B، الفرق بين المجموعتين يعني كأن بطرح مجموعة من مجموعة. هنرمز له طبعا، اقول A فرق B طبعا، اهو A فرق B، يبقى مين اللي بطرحها؟ الـ B، صح كده؟ دي معناها ايه؟ معناها كل العناصر، هاخد كل اللي موجود في الـ A، بس بما ان انا هطرح الـ B، يبقى اذا لو البي مشتركه زي ما انتم شايفين كده، البي مشتركه كده هتتاخد كلها، فبالتالي هتاخد جزء من الاي معاها. شايفين الجزء اللي هي خدته من الاي ده؟ اذا بشكل بسيط خالص، ان الفرق بين مجموعتين هو عباره عن العناصر اللي موجوده في الاي كلها ما عدا اي حاجه فيهم تكون موجوده في البي. طب هنفهم الكلام ده بمثال يعني يفهمك اكتر. تعالي نشوف، اذا كانت لدينا مجموعتين A و B، المجموعة A دي وصفر وستة واربعة، والB ستة وتمانية، ونقفل طبعا البراكت هنا. إذا عايز الـ A فرق B والB فرق A، عايز الـ A فرق B والB فرق الـ A، هنقفل هنا البراكت بتاعنا. طيب ازاي بقى يا بنات هنجيب الـ A فرق B والـ B فرق A؟ تعال نشوف كده الـ A فرق الـ B. طبعا انا جبت الـ A فرق الـ B اللي هو D وصفر واربعة. ازاي؟ احنا قلنا الـ A فرق B معناها كل اللي موجود في A، تمام، يعني D وصفر وستة واربعة، ولكن خلي بالك في الاخر خالص انا قلت كل اللي موجود في A، بس قلت معلومة مهمة، بس ما يكونش موجود في B. طب الدي موجودة في ايه؟ هاخدها معايا، بس موجودة في بي؟ لا، يبقى دي زي الفل معانا دي. طب الصفر؟ أكيد هاخدها، ولكن أتأكد الأول هل هي موجودة في البي؟ الحمد لله مش موجود، يبقى أخدها معايا. طب الستة؟
معانا في الايه. طب هل هي موجوده في البي؟ ايوه، يبقى دي مش هاخدها بقى، لان انا قلت كل العناصر اللي موجوده في الايه ما عدا اي واحده فيهم تكون موجوده في البي، يبقى مش هاخد الست. طب الاربعه في الايه هاخدها؟ ايوه طبعا هاخدها، لكن هل هي موجوده في البي؟ لا الحمد لله مش موجود، وبالتالي اقدر اقول ان الايه فرق بي هنا يساوي مجموعه تحتوي على العناصر دي وصفر واربعه. طيب هل بقى يا دكتور لو قلت بي فرق ايه هيبقى نفس الناتج؟ هنا في الحقيقه لا، الايه فرق بي تختلف يعني اختلافا كليا عن البي فرق ايه، يعني لا يوجد تبديل في الفرق. الدليل تعال نشوف، احنا معنى ما اقول البي فرق ايه معناها ان انا هاخد كل العناصر اللي موجوده في المجموعه الاولانيه دي اللي هي بي، كل اللي موجود في البي يعني السته والثمانيه هناخدهم، ولكن ما يكونش حد فيهم موجود في الايه، فهناخد السته بس. يا دكتور السته موجوده في الايه؟ يبقى مش هناخدها. طب ناخد الثمانيه بس اتاكد موجوده في مش موجوده، يبقى هاخدها معايا بقى. يبقى اذا هنا هاخد الثمانيه فقط من عناصر البي. لماذا؟ لان هي الوحيده اللي مش موجوده في البي طبعا ومش موجوده في الاي. طب السته موجوده في البي لكنها موجوده في الاي، يبقى مش هاخدها معايا. طيب ده فيما يخص الفرق بين مجموعتين. للفرق ايضا مثله مثل الاتحاد والتقاطع بعض الخواص. الخاصية الاولى ان الاي فرق الاي، يعني اي مجموعة فرق نفسها اكيد طبعا. احنا حتى في الاعداد العادية لما بقول يعني 3 ناقص 3 بتقولي لي 0، 5 ناقص 0، طيب الاي فرق ايه؟ هتطلع برضو مجموعة. طبعا احنا عارفين الفرق بيدينا مجموعة، الاتحاد يدينا مجموعة، التقاطع يدينا مجموعة، مش هينفع نكتب 0. A فرق A تساوي المجموعة الخالية فقط. يبقى إذا الـ A فرق A تساوي فقط. أي مجموعة فرق نفسها يكون الناتج فقط. طيب نشوف رقم 2 الخاصية الثانية، إن الـ A فرق الفاي. يعني الـ A لو أنا شلت منها الفاي مش هيتأثر كتير، يعني هتبقى طبعا A زي ما هي. طب A فرق U، يعني الـ A أنا لما أشيل منها الـ U، إذا كان الـ U دي أصلا الـ A موجودة جوه الـ U، يعني أكيد أنا هشيلت الـ A خلاص، وبالتالي هيكون الناتج برضو فاي. طب A فرق B تساوي A إمتى بقى؟ ده كلام مهم جدا، ده كلام مهم جدا، خلي بالك من الجزئية دي. طيب أنا حابب أقول الملحوظة دي، إذا كان عندي مجموعتان متباعدتان يعني بعيد عن بعض، الـ A تقاطع الـ B هنا بيساوي فاي، الـ A تقاطع الـ B هنا بيساوي فاي، التقاطع بتاع الـ A والـ B يساوي فاي، يعني هنا هنكتب A تقاطع B يساوي فاي، A تقاطع الـ B هيساوي فاي. طيب القلم ما شاء الله عليه، اكتبها تاني، الـ A تقاطع الـ B هنا لو كان بيساوي فاي، يعني يساوي فاي دي يا دكتور يعني ايه؟ يعني مجموعتين متباعدتين مفيش بينهم تقاطع، مفيش بينهم تقاطع، مفيش بينهم حاجة مشتركة. لو كانوا مجموعتين متباعدتين اذا لما اطرح واحده من الثانيه يعني اقول ايه فرق بي هيدينا الايه، طب بي فرق ايه هيدينا البي، وبالتالي هنا طبعا اذا كان المجموعتان متباعدتان يعني تقاطعهم بفاي، في الحاله دي اقدر اقول ان الاي فرق بي يدينا ايه والبي فرق ايه يدينا بي، لان طبعا مش هيكون بينهم حاجه مشتركه تتشال في الفرق. شوف الخاصية الخامسة، A فرق B لا تساوي B فرق A. طبعا احنا قلنا الخاصية دي من شوية واحنا بنشرح المثال، قلنا الـ A فرق B طبعا لا تساوي الـ B فرق A خالص. طيب وخدنا طبعا المثال اللي فات اللي خدناه من شوية، كنا واخدين اهو، لو احنا عايزين نفتكر المثال اللي خدناه من شوية
جبنا المثال ده وقلنا جبنا الـ A فرق B وجبنا الـ B فرق A، وطبعا طلعت النواتج مختلفة تماما، A فرق B اهو و B فرق A، وبالتالي الـ A فرق B لا تساوي الـ B فرق A. ندخل على الخاصية الستة، بيقول لي إن الـ A فرق B يساوي الـ B فرق A. يا إلهي يا إلهي، إزاي؟ خلي بالك، أنت لسه قايل لي يا مستر يا دكتور ده مش بيساووا بعض. نعم أنا قلت لك كده فعلا، ولكن إذا كان المجموعتين متساويتين، يعني كان A مثلا هي B، فبالتالي أقدر أقول إن الـ A فرق B هيكون هو B فرق A، لأن الناتج هيكون فاي أصلا. لأن كأني بطرح مجموعة من نفسها اللي هي أول خاصية دي، A فرق B هي بي فرق ايه، لانها بتساوي فاي، اي مجموعه فرق نفسها يدينا فاي في حاله تساوي المجموعتين فقط، هذه الخاصيه في حاله تساوي المجموعتين فقط. ننتقل الى العنصر الرابع من العمليات، ولكن قبل ذلك سنتناول مثالا على ما سبق شرحه. اذا كان لدينا المجموعه سي وهي تساوي 9 و8 و3 و1، والمجموعة جي وهي تساوي 2 و6 و8 و3، والمجموعة دي وهي تساوي 2 و5، فوجدي ما يلي: لدينا 7 مطالب. المطلوب الأول سي فرق دي، إن أنت تجيبي طبعا سي فرق دي، يعني كل العناصر اللي موجودة في سي ما عدا أي عنصر يكون موجود في دي. شوف كده كل العناصر اللي موجودة في السي هناخدها معانا اللي هي في أول واحدة، ولكن خلي بالك قبل ما نكتب الحل، يلا بينا نشوف هناخد التسعة معانا ولا لأ، نتأكد هل هي موجودة في الدي؟ لأ يبقى هناخدها معانا. طب هناخد التمانية، هل هي موجودة في الدي؟ لأ يبقى هناخدها معانا. طب هناخد التلاتة، هل هي موجودة هنا؟ لا يبقى هناخدها معانا. طب هناخد الواحد، هل هي موجودة هنا؟ لا يبقى هناخدها معانا. يبقى سي فرق دي هتساوي السي زي ما هي. ليه؟ خلي بالك عشان انا قاصد السؤال ده. سي فرق دي هتساوي السي زي ما هي اللي هي 9 و8 و3 و1. ليه؟ ما هو الفرق يا جماعة معناه ان انا باخد عناصر المجموعة الاولى دي، كل ما اقول سي فرق دي باخد السي كلها، بس ما عدا اي عنصر في السي يكون موجود في الدي. ما انا ما لقيتش ولا عنصر في السي من اللي انا هاخدهم موجود في الدي، يبقى سي فرق دي يساوي سي. ليه؟ لان المجموعتين دول متباعدتين، بعيد عن بعض، وده اللي احنا لسه قايلينه من شويه. اذا كان تقاطع المجموعتين متباعدتين ففرق المجموعه الاولى، يعني اقول سي فرق دي هيدينا المجموعه الاولى نفسها لان هما متباعدتين، فهناخد السي. لسه قايلين الملحوظه دي من شويه. نشوف المطلوب الثاني. طالب هنا بنات دي فرق سي، يعني كل العناصر اللي موجودة في الدي عدا أي عنصر فيهم يكون موجود في سي. طب هناخد الدي، هناخد الاثنين تمام موجودة في السي؟ لا يبقى هناخدها معانا أكيد. طب يا ترى هناخد الخمسة ولا لا؟ دي مش موجودة، يبقى إذا هناخدها. إذا سي فرق دي، دي قصدي فرق سي تساوي 2 و5 برضو. ليه؟ لأن السي والدي مجموعتان متباعدتان، هناخد كل العناصر اللي موجودة في المجموعة الأولى اللي هي دي عدا أي عنصر يكون موجود في سي، وفعلا ما كانش فيه ولا واحد فيهم، لا الاثنين ولا الخمسة موجودين في المجموعة سي، وبالتالي دي في فرق سي هتساوي 2 و5 اللي هي المجموعة دي. طيب نشوف المطلوب الثالث. عايز جي تقاطع سي، اي العناصر المشتركه ما بين الجي والسي. طيب تعالوا يا بنات نشوف الجي ودي السي، اين العناصر المشتركه؟ نشوف الاثنين هنا موجوده، لا السته، لا الثمانيه، ايوه الثمانيه مشتركه هنا وهنا. طب الثلاثه، ايوه الثلاثه مشتركه هنا وهنا، او الثلاثه اهو والثمانيه اهي، وبالتالي أقدر أقول هنا إيه؟ إن التقاطع
بتاع الجي والسي هيكون 3 و8 اللي هي العناصر المشتركة ما بين المجموعتين. طيب نشوف المطلوب الرابع، جي فرق سي. جي فرق سي هناخد كل اللي موجود في الجي، كل اللي موجود في الجي ما عدا أي حاجة فيهم تكون موجودة في السي، اللي هو لو احنا لسه ملاحظين ما عدا المشترك يعني. أيوه ما عدا المشترك، وبالتالي هناخد كل اللي موجود في الجي اللي هو الاتنين والستة يا دكتور التمانية موجودة في السي مش هاخدها، طب التلاتة هاخد، لا مش هاخدها لأنها موجودة في السي، يبقى أنا باخد كل اللي في الجي ما عدا أي حاجة فيهم تكون موجودة في المجموعة التانية اللي هي سي، لأن أنا قلت جي بدأت بالجي فرق السي، يبقى هاخد كل اللي موجود في جي ما عدا أي حاجة موجودة في الجي تكون موجودة في مين؟ في السي، وبالتالي هيكون هنا العناصر 2 و6 وهي المجموعة التي تمثل الفرق ما بين الجي والسي. ننتقل إلى المطلوب الخامس، جي جي فرق جي. أي مجموعة فرق نفسها يا بنات، إحنا لسه قايلين جي فرق جي، أي من غير بقى ما أبص على العناصر. يعني لو خدت عناصر المجموعة جي كلها 2 و6 و8 و3 كلها بس ما عدا تكون موجوده في الجي، طب ما هي اكيد مش هاخد ولا واحده بقى فيه، وبالتالي اي مجموعه فرق نفسها هيكون طبعا مجموعه خاليه فاضيه زي ما احنا شايفين كده، طبعا دي هي المجموعه اللي بنرمز لها بنقول عليها فاي. احسنتن جميعا. ننتقل الان الى السؤال السادس، المطلوب السادس بيقول لي دي تقاطع الجي، يعني عايز المشترك ما بين المجموعه دي وجي. تعالوا نشوف، الدي فيها 2 و5 والجي فيها 2 و6 و8 و3، يا ترى مين المشترك ما بين الجي وما بين الدي؟ الجي الاتنين موجودة هنا وهنا مشترك، طيب الستة مش موجودة هنا وهنا، التمانية مش موجودة هنا، التلاتة مش موجودة هنا وهنا، وبرضه هنا الخمسة مش موجودة هنا، وبالتالي العنصر الوحيد اللي مشترك ما بين الجي والدي هو الاثنين، اذا الدي تقاطع الجي يساوي المجموعة التي بها العنصر 2. ننتقل الى المطلوب الاخير، المطلوب السابع، جي اتحاد سي. وطبعا احنا عارفين من تعريف الاتحاد هو مجموعة العناصر الكلية التي توجد في جي وسي معا، كل اللي في جي وفي سي معا، كل العناصر ما عدا المتكرر يعني بدون تكرار، بدون تكرار، فهناخد اللي في الجي واللي في السي. اللي في الجي عندنا 2 و6 و8 و3، وهناخد كمان اللي في السي 9 بس الـ8 متكررة فمش هاخدها، وهناخد برضو الـ3 متكررة مش هاخدها، هناخد الواحد. إذا هيكون الاتحاد 2 و6 و8 و3 و9 و1، هذا هو الاتحاد ما بين المجموعتين جي وسي، لم نكرر طبعا العناصر التي كانت في السي والجي، التقاطع بينهم اللي هي 8 و3 تكررت مرتين فنكررها مرة واحدة بس داخل المجموعة، لأن احنا عارفين كويس قوي ان بداخل المجموعة لا نكرر العناصر، لا نكرر كتابة العناصر. ننتقل الآن إلى الجزء الرابع من العمليات على المجموعات، مكملة المجموعة. ومكملة المجموعة نطلق عليها أيضا متممة المجموعة. ما معنى مكملة المجموعة؟ مكملة المجموعة إذا كان لدينا مجموعة شاملة U كما نرى بالشكل المقابل، آدي مجموعة شاملة زي ما احنا شايفين كده اللي هي U، ومجموعة جزئية منها A برضو زي ما احنا شايفين المجموعة A اللي هي باللون الأبيض دي، هذه المجموعة باللون الأبيض المجموعة A، المجموعة A باللون الأبيض. نعم، نقول من جديد، إذا كان لدينا مجموعة شاملة U ومجموعة جزئية منها A اللي هي الـ A اللي باللون الأبيض، فإن مكملة المجموعة A تعني مجموعة العناصر التي لا توجد في A ونرمز لها بالرمز A، طبعا شرطة زي ما احنا شايفين كده، أو A بار، أو بار ممكن A C تنفع، A C أو A بار الاتنين صح. طيب مكملة المجموعة ببساطة عشان خاطر نفهمها، يعني سيبك من كل الكلام اللفظي اللي مكتوب،
إذا كان لدينا مجموعة شاملة ليو وجواها مجموعة جزئية الأ، فإن العناصر اللي بتمثلها الأ سي اللي هي الأ بار عبارة عن العناصر اللي جوه اليو كلها ما عدا أي حاجة فيهم تكون موجودة فين؟ في الأ. يعني لما أقول لك الأ بار معناها إن أنا مش هاخد ولا عنصر موجود في الأ. أ بار دي معناها ولا عنصر موجود في الأ، كل العناصر اللي بره الأ. يبقى لو عندي مجموعة A، الأ بار معناها إيه؟ معناها إن أنا باخد كل العناصر اللي مش موجودة في الأ، بس ده المكمل. ناخد مثال على الكلام ده. طبعا الجزء المظلل اللي احنا شايفينه ده اللي هو الـ AC زي ما احنا شايفين كده. مثال مديني شكل فين زي ما احنا شايفين كده المقابل. عندي مجموعة A ومجموعة B، المجموعة A بتحتوي على 1 و2 والمجموعة B بتحتوي على 2 و3، وطبعا واضح جدا ان الجزء المشترك اللي بينهم او هما الاثنين بيشتركوا في العنصر 2. اذا اردنا ايجاد A بار او AC مش هتفرق، طبعا انا منوع الاسامي علشان خاطر لو احنا فاهمين A بار هي هي AC يا جماعة. طب ال A بار عبارة عن اللي هي مكملة ال A، مكملة ال A يعني كل العناصر اللي موجودة في ال A ولا اللي مش موجودة في ال A؟ لا، كل العناصر اللي مش موجودة في ال A. مين بقى العناصر اللي مش موجودة في ال A هنا في المجموعة؟ العناصر اللي مش موجودة في ال A هنا اللي هي مين؟ التلاتة. طب والواحد ما هو دول موجودين في ال A. الاي بار معناها العناصر اللي مش موجوده في الاي، وبالتالي هتكون 3. طب بنفس الطريقه لو انا عايز اجيب البي بار معناها برضو كل العناصر اللي مش موجوده في البي، مين اللي مش موجود في البي؟ طبعا واضح جدا اللي هو مين؟ الواحد. وبالتالي البي بار هنا او البي سي هي هي هتساوي الواحد، وطبعا دي بتعبر عن المنطقه المظلله اللي احنا شايفينها دي. المنطقه المظلله اللي احنا شايفينها دي في يعني احنا كنا هتقول لي دكتور ما هو دي شبه فيها شبه من الفرق شويه. ايوه فيها شبه من الفرق، لكن هنا الفكره كلها ان انا لما يقول لي A بار معناها كل العناصر اللي مش موجوده في الاي، البي بار معناها كل العناصر اللي مش موجوده في البي ببساطه شديده جدا جدا. طيب خواص المكمله، طبعا المكمله ليها خواص. شايفين الشكل الجميل ده، عندنا مجموعه يو بداخلها المجموعة A زي ما احنا شايفين كده باللون الرصاصي، والمجموعة AC اللي هي كل الجزء المظلل بالأحمر ده، كل الجزء الريد اللي عندي ده بيمثل AC اللي هي الـ A بار اللي بتعني مجموعة العناصر التي لا توجد في المجموعة A، مجموعة العناصر اللي بره الـ A، اللي بره الـ A. دي المكملة يا شباب. تعال نشوف كده الخاصية الأولى. A بار اتحاد الـ A تساوي اليو. يعني لو انا جمعت ما بين الاي سي اللي هي الاي بار والاي نفسها، كل ده الاحمر والرصاصي اكيد هيدينا مين؟ اليو، صح كده. يبقى الاتحاد بتاع الاي سي والاي يدينا المجموعه الشامله اللي هي يو زي ما احنا شايفين في الشكل كده. الشكل ده يوضح لي اكتر. طيب لو انا عندي بقى الاي سي والاي نفسها، هل هما بيتقاطعوا في حاجه؟ هل هما مشتركين مع بعض في حاجه؟ لا طبعا، دي عناصر ودي عناصر تانية خالص، وبالتالي التقاطع بتاعهم هيكون بإيه؟ بفاي. طب الاتحاد بتاعهم يدينا يو، المجموعة الشاملة اتحادهم هما الاتنين يدينا يو. طب تقاطعهم، هما بيتقاطعوا مع بعض في حاجة؟ لا طبعا، يبقى تقاطعهم هيكون بفاي. طيب العنصر الثالث فاي سي. فاي سي ايوه مكملة الفاي. ايه مكملة الفاي دي؟ هو الفاي ليها مكملة؟ أيوة مكملة الفاي يعني جميع العناصر اللي مش موجودة في الفاي. مين اللي مش موجود في الفاي؟ أكيد كل العناصر التانية اللي موجودة في المجموعة الشاملة. وبالتالي طبعا فاي سي تساوي اليو، اليو اللي هي المجموعة الشاملة. طب لو عكسنا كل العناصر اللي مش موجودة في اليو هتكون أكيد مين؟ فاي، لأنه مفيش حاجة تاني. وبالتالي هنا يو سي هتساوي فاي. طيب طبعا ال A بار، ال A بار طبعا لا تساوي، ال A بار لا تساوي ال A سي، ال A بار قصدي لا تساوي ال A، طبعا دي لا تساوي، لا تساوي ال A بار، لا تساوي ال A، ال A بار لا تساوي ال A، الاي بار لا تساوي الاي. طبعا دي الخاصيه
الخمسة من خواص المكملة. ننتقل لمثال على هذا الكلام. إذا كان لدينا مجموعة شاملة U، واليو تحتوي على العناصر 3 و5 و4 و6 و9 و2 و1، ولدينا مجموعتين جزئيتين من اليو، A تساوي 3 و9 والB تساوي 5 و4 و6 و2. طيب المطلوب اوجدي A بار B بار أو BC U C BC الكل C، يعني مكملة المكملة، مكملة المكملة. طيب تعالوا نشوف الـ A بار هنا. الـ A بار يا بنات معناها كل اللي مش موجود في الـ A. طب يا ترى كل اللي مش موجود في هاخد اللي في الـ B بس؟ لا، ما هو كل اللي مش موجود في الـ A ده معناه إن أنا هاخد إيه؟ الـ B وكل الحاجات. خلي بالكم طبعا المجموعة الشاملة بتحتوي على الـ A والـ B معا، وبالتالي أنا ممكن أحل من الـ U خلاص من هنا. يبقى إذا هاخد كل العناصر ما عدا التلاتة والتسعة، ده معنى الـ A بار. يبقى هقول كده إن الـ A بار عبارة عن كل العناصر اللي هي بقى الخمسة، طب التلاتة مش هاخدها لأنها موجودة في الـ A، والتسعة برضه مش هاخدها، يبقى لا هاخد التلاتة ولا هاخد التسعة، هاخد الباقي بقى كله، خمسة وأربعة وستة واتنين وواحد، تمام؟ يبقى إذا ده بيعبر عن الـ A بار. طيب لو أنا عايز أجيب الـ B بار معناها برضو كل العناصر اللي مش موجودة في البي، فمش هناخد الخمسة ولا هناخد الأربعة ولا الستة ولا الاتنين، هيبقى لنا تلاتة وتسعة وواحد. هذه هي العناصر التي تمثل البي بار، أي مجموعة العناصر التي لا توجد في المجموعة بي. يو سي طبعا مش محتاجة المثال، هو اليو سي أو اليو بار معناها إن جميع العناصر اللي مش موجودة في اليو. طبعا مفيش حاجة اللي مش موجود في اليو كله هيكون الفاضي، مجموعه خاليه فاضيه ما فيهاش حاجه، لما نشيل كل العناصر من اليو هتبقى فاضي. طب هو عايز مكمله المكمله، ودي ملحوظه من الملحوظات المهمه جدا، يعني تعتبر خاصيه كمان من الخاص، ان مكمله المكمله يديني المجموعه نفسها. يعني لو قلت بي بار الكل بار او بي سي الكل سي، معناها ايه؟ معناها مكمله المكمله، يدينا المجموعه نفسها اللي هي دي. يعني لو انا جبت البي سي اللي هي البي المكمله هتكون كام؟ احنا لسه جايبينها 3 و9 و1. طب لو انا جبت بقى المكمله بتاعت 3 و9 و1، المكمله بتاعت 3 و9 و1 هي البي نفسها، ايوه، اللي هي الخمسه والاربعه والسته والاثنين. يبقى بي بار الكل بار او بي سي الكل سي تساوي المجموعه بي نفسها، لما يكون في مكملتين كده جنب بعض او بار وبار وشرطتين فوق بعض، أقول هنا هيدينا المجموعة الأساسية اللي هي البي. الجزء الخامس من العمليات على المجموعات بعنوان الفرق التناظري بين مجموعتين. ماذا يعني الفرق التناظري بين مجموعتين؟ الحقيقة احنا يعني هنلتفت لكلمة الفرق اللي احنا خدناها من شوية، اللي هو احنا بناخد كل العناصر الموجودة في المجموعة الأولانية بنقول في ايه فرق بي، العناصر اللي موجود في ايه كله ما عدا أي حاجة تكون موجودة في بي. هنا الموضوع مختلف شوية. معنى الفرق التناظري بين مجموعتين ايه؟ لو أنا عندي مجموعتين يا بنات عبارة عن A وB، تعالوا نفهم بالرسمة الجميلة دي. عندي مجموعتين A وB، الفرق التناظري بتاعهم معناه كل العناصر اللي موجودة في A وB معا. دكتور ده احنا كده دخلنا على الاتحاد. طب بس استني، كل العناصر اللي موجودة في A وB مع بعض عدا ايه بقى؟ الجزء المشترك بينهم، يعني عدا التقاطع بتاعه، والعلامه بتاعته بنرمز له كده A زي ما انتم شايفين كده، والرمز ده بنقول B. ايه فرق تناظر البي؟ ايه فرق تناظر البي معناه ايه؟ معناه كل العناصر اللي موجوده في A وB مع بعض ما عدا المشترك اللي بينهم، ما عدا المشترك اللي بينهم، ويمثل هذه المنطقه المظلله، الـ A والـ B كلها ما عدا الجزء المظلل اللي هو الابيض ده، ما عدا ده ما بناخدهوش. فطبعا الجزء المظلل بالازرق ده كله يمثل الفرق التناظري ما بين المجموعتين A و B. مثال: اذا كان لدينا مجموعتين A تساوي 20 و26 و8 وال B تساوي 95
وثمانية وتسعة. اوجدي الفرق التنازلي بينهم كده. طبعا الفرق التنازلي احنا قلنا لسه من شوية كل العناصر اللي موجودة في A و B مع بعض عدا مين؟ عدا الجزء المشترك اللي بينهم. طب تعالوا نشوف كده، هناخد ال 20 هناخدها ليه؟ لانها مش مشتركه. هناخد ال 26 هناخدها ليه؟ لانها مش مشتركه. طب هناخد ال 8؟ لا. ليه؟ لانها مشتركه. يبقى اذا ال A فرق تنازل ال B هيبقى 95 و9 و26 و20، هناخد العناصر دي فقط ما عدا ال 8 لانها مشتركه. يبقى اذا الفرق التنازلي معناه كل العناصر الموجوده في المجموعتين هنا A و B عدا المشترك اللي بينهم. لاحظي بقى ان الـ A فرق تنازل الـ B هي عبارة عن A فرق الـ B اتحاد الـ B فرق الـ A. وايه الدليل؟ هتلاحظي من هنا، شايفة الجزء المظلل ده احنا لسه واخدينه من شوية، هو عبارة عن A كلها فرق الـ B، صح كده؟ ما عدا أي حاجة موجودة في الـ B، والجزء المظلل اللي الناحية دي كده معناه الـ B فرق الـ A. يبقى إذا الفرق التنازلي معناه في الأساس، وده من ضمن الخواص بتاعته، A فرق B اتحاد يعني مع يعني زائد، يعني كأني بقول زائد ها الـ B فرق الـ A، الجزء المظلل ده مع الجزء المظلل ده، ده بيمثل A فرق B وده بيمثل B فرق A. ننتقل إلى الخواص التي يعني الخاصية الأولى الفرق التنازلي. A فرق التنازلي ال B لسه قايلينها، A فرق ال B اللي هي دي، اتحاد B فرق ال A اللي هي دي. طب A فرق تنازلي أي مجموعة، يعني مجموعة فرق تنازلي نفسها طبعا بتدينا فاي. طيب مجموعة فرق تنازلي الفاي عبارة عن ال A، لأن احنا بناخد كل المشترك بكل المجموعتين ما عدا المشترك اللي بينهم، كل طبعا ما عدا الفاي، يعني هنا بقى كل المشترك بين المجموعتين ما عدا المشترك بين اللي هو الاي نفسها هتكون فاي. اما هنا الفرق التنازلي بتاع المجموعه A والمجموعه U، طبعا المعنى بتاع الفرق التنازلي لو طبقناه هنعرف الناتج. المعنى بتاع الفرق التنازلي كل المجموعتين العناصر اللي موجوده في الاي واليو، يعني اللي هي اليو نفسها يعني، صح كده؟ عدا مين؟ عدا المشترك اللي بينهم، والمشترك اللي بين دول الاي، يعني هنا هيكون الناتج A بار. طيب A فرق تنازلي B هو بالظبط B فرق تنازلي A. دي طبعا خصائص الفرق التنازلي. هيا بنا ننتقل إلى قانون دي مورجان. طبعا قانون دي مورجان ده التقاطع بيبقى اتحاد، والاتحاد بيبقى تقاطع تاني، التقاطع بيبقى اتحاد، والاتحاد بيبقى تقاطع. طيب القانون ده بنتسأل عليه في الأسئلة الأكمل والاختياري. بيقول لي A تقاطع ال B الكل بار، يعني ال A تقاطع ال B بار كلها كمجموعة كلها بتدينا A بار لوحدها أو AC يعني لوحدها اتحاد ال B C اللي هي ال B بار. أوكي؟ وبالتالي التقاطع بيبقى اتحاد، بس بشرط يكون هنا ايه؟ يكون هنا المكملة، مكملة اتحاد المجموعتين A و B عبارة عن مكملة الـ A اتحاد مكملة الـ B. طيب العكس بقى، إذا كان عندي مكملة ها المجموعتين A و B متحدين مع بعض عبارة عن مكملة الـ A لوحدها تقاطع مكملة الـ B لوحدها. يبقى إذن قانون دي مورجان علشان تحفظيه كويس، التقاطع يبقى اتحاد، والاتحاد يبقى تقاطع، وطبعا هنا كله لو نلاحظ هنا بار وهنا بار وهنا بار أو سي وسي وسي، دي كلها مكملة، مكملة اتحاد المجموعتين يدينا تقاطعهم تاني، مكملة اتحاد المجموعتين يدينا تقاطع مكملة كل منهما. أما هنا مكملة تقاطع مجموعتين عبارة عن مكملة اتحاد كل منهما. هيا بنا ننتقل
إلى مثال وتمرين سيضم لنا معظم العناصر التي تناولناها. بيقول لي إذا كانت لدينا مجموعة شاملة U وهي تساوي 2 و6 و8 و9 و3 و4 و5 و1 ولدينا مجموعات جزئية من هذه المجموعة، المجموعة الأولى C تساوي 9 و8 و3 و1 والمجموعة الثانية A تساوي 2 و5 والمجموعة الثالثة B تساوي 5 و9 و4 وهذه المجموعات جزئية كلها واضح جدا انها جزئيه من المجموعه يو، يعني هتلاقي كل عناصر كل مجموعه موجوده في اليو فوق لان اليو دي المجموعه الشامله. طب هو طالب ايه؟ تعال نشوف كده. المطلوب الاول طالب سي فرق تناظري البي. معنى الفرق التناظري اقوله تاني، كل العناصر اللي موجوده في السي والبي، طبعا هنا السي والبي، كل العناصر الموجوده في السي والبي عدا المشترك اللي بينهم. فهناخد التسعه، لا مش هناخدها ليه؟ عشان مشترك. طب التمانية هناخدها لأنها مش مشترك. طب التلاتة هناخدها لأنها مش مشترك. طب الواحد هناخده. طب الخمسة هناخدها، لأن أنا بتكلم سي وبي هنا يا جماعة، أنا بتكلم البي والسي، السي والبي، بناخد كل العناصر بتاعة السي والبي. فقلت التسعة لأ لأنها مشتركة، التمانية والتلاتة والواحد أه، والخمسة والأربعة أه، التسعة مش هاخدها لأنها مشتركة بين البي والسي، لكن كل العناصر الباقية هاخدها. إذن سي فرق تناظري البي أو بي فرق تناظري السي هي مش هتفرق، عبارة عن 8 و3 و1 و5 و4، كل العناصر اللي موجودة في سي وبي معا ولكن دون المشترك بينهما اللي هو كان العنصر 9. ننتقل للمطلوب التاني. ايه المكملة؟ يعني ايه المكملة؟ يعني كل العناصر اللي موجودة في المجموعة الشاملة عدا مين بقى؟ عدا مين؟ عدا الـ A، عدا الاتنين والخمسة. يعني هناخد الست، الاتنين لأ طبعًا، إحنا قلنا عدا الاتنين والخمسة، الستة معانا، التمانية، التسعة، التلاتة، الأربعة، الخمسة لأ، الواحد معانا. يبقى ستة، تمانية، تسعة، تلاتة، أربعة، واحد. دون الخمسة والاتنين، لأن دول موجودين في المجموعة A. و AC المكملة معناها كل العناصر اللي موجودة في المجموعة الشاملة أو اللي مش موجودة في المجموعة A بمعنى أدق، معناها كل العناصر اللي مش موجودة في المجموعة A. ننتقل للمطلوب الثالث. B المكملة أي كل العناصر التي لا توجد في المجموعة B. طيب يعني مش هناخد لا الخمسة ولا التسعة ولا الأربعة، يبقى هناخد 2 و6 و8 و3 و1. 2 و6 و8 و3 و1. طب ليه ما خدتش التسعه والاربعه والخمسه لانهم موجودين في البي وانا عايز بي المكمله، والبي المكمله معناها كل العناصر التي لا توجد في البي، كل العناصر باخدها عدا اللي موجود في البي. المطلوب الرابع عايز سي المكمله، مكمله السي، برضو نفس القصه، هاخد كل العناصر الموجودة في المجموعة الشاملة عدا أي حاجة فيهم تكون موجودة في السي، يعني مش هاخد السي نفسها، يعني لا هاخد التسعة ولا التمانية ولا التلاتة ولا الواحد، فهيكون عندي سي المكملة عبارة عن 2 معانا و6 كمان، التمانية لأ لأنها موجودة هنا، التسعة لأ لأنها موجودة هنا، التلاتة لأ لأنها موجودة هنا، وهناخد كمان الواحد، طبعا أنا بقول هنا السي وهناخد الواحد، يبقى اذا هيكون عندنا 2 و6 و4 و1، لكن مش هاخد والمفروض 5 كمان معانا، كمان 5، 2 و6 و4 و1 و5، هنضيف هنا عنصر اللي هو الخمسة، معانا كمان عنصر جديد اللي هو الخمسة، يبقى 2 و6 و4 و1 و5، لأن دول طبعا الأخيرة دي مكان الواحد دي خمسة أصلا. تاني نقولها تاني عشان
دي مكتوبة بالخطأ. طيب نقول تاني، السي بار معناها كل العناصر اللي مش موجودة في السي، يعني مش هاخد لا 9 ولا 8 ولا 3 ولا 1. مين بقى اللي مش موجود في السي؟ 2 و6 و8، لا الـ8 موجودة، و4، ومين كمان؟ و5. يبقى المفروض هنا الواحد ده مكانه 5 بس كده، يبقى دي 5. ننتقل للمطلوب الخامس، ايه تقاطع البي؟ يعني العناصر المشتركة ما بين ايه وبي معا. لما نيجي نبص على المجموعة ايه والمجموعة بي، ادي الـ A 2 و5 والـ B 5 و9 و4. مين العناصر المشتركة اللي ما بين الـ A والـ B؟ واضح جدا الاتنين مش مشتركة، الخمسة مشتركة. طبعا 9 لا، والله يبقى إذا العنصر المشترك ما بينهم هو الخمسة، فإذا إيه تقاطع B هتكون بتساوي 5. المطلوب السادس، إيه تقاطع C؟ الـ A تقاطع C هنا يعني المشترك ما بين الـ A والـ C معا. طيب نشوف المشترك ما بين الـ A والـ C معا، لا يوجد أي عنصر مشترك، لا يوجد. تعال نبص كده، هنا 2 و5 مش موجودين أصلا، يبقى إذا لا يوجد أي عنصر مشترك، إذا تقاطع الـ A والـ C هيكون بفاي فاي. طيب المطلوب السابع، عايز إيه فرق C؟ ما معنى إيه فرق C؟ معنى كل العناصر اللي موجودة في المجموعة الأولى دي اللي هي A، كل اللي موجود في الـ A عدا أي حد فيهم اللي موجودين في الـ A نفسها يكون موجود في الـ C. طيب يبقى هناخد الاتنين والخمسة، حد فيهم موجود في الـ C؟ لأ، يبقى هناخدهم كلهم. يبقى A فرق C يساوي المجموعة A نفسها، فاكرين؟ لأن دول مجموعتين A، مش ما بيش التقاطع بتاعهم بفاي، لسه أنا كاتبه فوق، التقاطع بتاعهم بفاي، مجموعتان متباعد. وبالتالي يكون A فرق C تساوي 2 و5 اللي هي المجموعة A نفسها. طيب نشوف كده المطلوب الثامن، C فرق B، أي كل العناصر اللي موجودة في C، كل اللي موجود في C عدا أي حاجة فيهم تكون موجودة في B. فهناخد التسعة والتمانية والتلاتة والواحد، ولكن نشوف مين فيهم بقى اللي موجود في B، مين فيهم اللي موجود في B؟ التسعة. يبقى بالتالي مش هاخد التسعة، إذا ال C فرق B هيكون عبارة عن 8 و3 و1، كل اللي موجود في السي اللي هو 8 و3 و1، والتسعة ليه ما خدناهاش يا دكتور؟ لأنها موجودة في البي، احنا قلنا بقى. طيب نشوف المطلوب الأخير التاسع، ايه اتحاد بي؟ طبعا الاتحاد ده سهل جدا، مفهوش أي تفكير، أنا باخد كل العناصر كل العناصر التي توجد في المجموعة A و B معا، وطبعا بدون تكرار، بس لا بقول بقى عدا كذا ولا بدون تكرار. يبقى باخد كل العناصر اللي موجودة في الـ A اللي هي 2 و5، وكمان 9 و8 و3 و1، وطبعا مفيش حاجة بتتكرر لأن تقاطعهم كنا قايلينه من شوية بفاي، فإذا إيه تقاطع البي؟ إيه تقاطع البي؟ هتساوي 2 و5، طبعا في مشترك اللي هو إيه تقاطع البي هنا؟ في مشترك اللي هو الخمسة، فهناخد 2 و5، 5 مش هتتكرر، و9 و4، ده إيه اتحاد البي. وليس ايه تقاطع البي، ايه اتحاد البي، 2 و5 و9 و4 بدون تكرار العدد 5، بدون تكرار العدد 5. هذا فيما يخص العمليات على المجموعات. حقيقة هي محاضرة يعني شيقة جدا، تتحدث في معظمها عن العمليات على المجموعات. درسنا التقاطع بين مجموعتين وهو المشترك، العناصر المشتركة، يعني سنقول كل عنصر كده ويعني نقوم بوصفه بكلمة أو بجملة. تقاطع مجموعتين هو عبارة عن العناصر المشتركة بين المجموعتين، اتحاد مجموعتين عبارة عن كل العناصر اللي موجودة في المجموعتين، الفرق بين مجموعتين معناه كل العناصر الموجودة في المجموعة الأولانية عدا أي حاجة، أي عنصر يكون موجود في المجموعة التانية، الفرق التناظري بين مجموعتين عبارة عن كل العناصر اللي موجودة في المجموعتين عدا المشترك بينهم. أما المكملة اللي هي مكملة المجموعة، مكملة مجموعة ما، تعني كل العناصر التي لا توجد في هذه المجموعة، أي حاجة مش موجودة في المجموعة دي
هي تعني مكملة المجموعة. إذن هذه العناصر الأساسية التي تناولناها إلى جانب قانون دي مورجان طبعا اللي هو لسه أخدينه وقلناه من شوية، الـ A تقاطع الـ B لما يكون عندي بار، كل بار يعني في مكملة للـ A تقاطع الـ B، التقاطع بيدينا اتحاد، اتحاد إيه؟ اتحاد مكملة الـ A لوحدها ومكملة الـ B لوحدها. أما الاتحاد بيدينا تقاطع في حالة لما يكون اتحاد المجموعتين بار، يعني في بار فوق أو C، فبيكون مكملة الـ C الـ A لوحدها ومكملة الـ B لوحدها وبينهم تقاطع. تاني أقول التقاطع يدينا اتحاد والاتحاد هيدينا تقاطع، هذا قانون دي مورجان.